طبعا العملية الانتخابية في بلدية جالو صدر قرار بتكليف أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لانتخاب مجلس البلد جالو في خلال الفترة القادمة، وباشرت اللجنة العمل بعملية تسجيل الناخبين، وتم استقبال ملفات المرشحين لعضوية المجلس البلدي جالو. طبعا العملية الانتخابية تتطلب أولا عملية تسجيل الناخبين، ثم استقبال ملفات المرشحين، ومن ثم يفتح باب الطعن في قوائم المسجلين الناخبين أو من قبل المرشحين. طبعا سيتم نشر جميع قوائم المسجلين في العملية الانتخابية في المراكز الانتخابية المحددة من قبل اللجنة المركزية الموزعة على بلدية جالو، تقريبا 9 مراكز انتخابية. قمنا بجمع وحدة عدري ووحدة برقن، والمقر في قمنا بالجمع المقر في وحدة برقن. طبعا الجمع كان ممتاز، والجمع كان بحضور رائع جدا. نتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونشكر الشؤون الإدارية قسم هيئة المواطنية كانوا برفقتي من منطقة براك الشاطي لمنطقة برقن، تبعد حوالي 60 كيلو، وعن ندري 120 كيلو. طبعا بمجهود ذاتي والوقود وبالسيارات الشخصية تاعت الأعضاء الشرطة التابعين للقسم. طبعا القسم يعاني من قلة الإمكانيات، سيارة خدمية لا يوجد لها، سيارة إسعاف لا يوجد لها، سيارة إطفاء من 2011 أو 1990 السيارة موجودات، لكن بفضل عمداء بلدية الشاطئ اللي تعاونين معنا تمت صيانة شاحنة إطفاء برقن بمجهودات ذاتية وبمجهود العميد البلدية ورئيس الوحدة برقن. وطبعا نحب نشكر بلدية تدري على تعاونهم معنا اليوم ووقوفهم وقفة جادة كرجل واحد.
طبعا واجهنا مشاكل من ناحيه ماده الديزل اللي هو النافتة الفتره اللي فاتت، واضطرينا ان نقفلوا المخابز لمده اسبوعين او ثلاثه. تم اقفال المخابز في الجفره نهائي نتيجه لعدم وجود النافتة، والحمد لله تم حل هذه، واضطرينا نشر النافتة من برا ب 850 دينار بالتيه نتاع 200 شريناها، وبعدنا اضطرينا نبيعوا الفردتين بدينار وثلاث فردات بدينار على حسب اللي موجود يعني. ونتيجه لهذه الساعات ونتيجه لهذه الظروف اللي مرت بها مخابز الجفره، نحمد الله ونشكره ونشكر ونثني مراقبه الاقتصاد بمدينه الجفره على هذا المجهود الذي بذلوه، وتم جلب النافته خصيصا للمخابز. يعني يجينا في بوطي كامل كلها يتوزع لمخابز الجفرة بدون أي صعوبات. نظرا للنقص الشديد في مادة الديزل بمنطقة الجفرة الذي أدى إلى توقف المخابز بالمنطقة ومعاناة المواطن في الحصول على رغيف الخبز، وبناء على ذلك سعت مراقبة الاقتصاد بالمنطقة لحل هذه الإشكالية، وتم التواصل مع جمعية حرفي المخابز بالمنطقة الشرقية والتنسيق معهم في هذا الشأن، وبحمد الله تم تخصيص كمية 50,000 لتر لمخابز الجفرة وتوزع على 41 مخبز داخل المنطقة من وقود الديزل. ونشكر جمعية حرفي المخابز بالمنطقة الشرقية لوقوفهم معنا ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، كما نشكر كافة الجهات الأمنية والضبطية لوقوفهم معنا لوصول الشحنة، والشكر ثم الشكر لكل من ساهم في وصول هذه الكمية إلى مخابزنا.